أستاذ أمل، إن شاء الله العمر إليك يا رب. ونحن بنعرف قديش كان في علاقة قوية بينك وبين المرحومة رائفة، الله يرحمها يا رب. حكي لنا كيف تلقيت الخبر ووين صرتوا بالمتابعة القضية لإلها إذا عم تتابعوها؟ أول شيء القضية هلأ بإيد السلطات الهولندية، كونها هي تحمل الجنسية الهولندية وكونها توفت هنيك. نتأمل يصير عدل، نتأمل اللي عمل هاي العملة فعلا ياخذ أقصى العقوبات، لأن غير إنه هي شيء كتير بشع اللي صار. رائفة بالذات شخص نقي كتير، شخص إنساني كتير، وكل مين بيعرفها بيشهد على ذلك. الله يرحمها، والموت حق، بس أكيد الصدمة كتير قوية. نحن ذكرياتنا بلشت من 87، من وقت ما دخلنا معهد عالي للفنون المسرحية، سنوات دراسة، سنوات تخرج، شغل، زواج، حمل، ولادة، كل هدول كانوا بيناتنا يعني، وهي كانت الأنتيم تبعي حقيقة يعني، وظلت علاقتنا مستمرة ولهلأ مستمرة، ما رح توقف علاقتنا أبدا. وعدتني نكبر سوا وترجع على سوريا، وكنت ناطرتها فعلا خلال هالشهرين، الله يرحمها. القضية هلأ بالقضاء الهولندي، ونحن بس خلصت القضية هنيك حنتابعها هون. بحقنا كمان نقدم نرفع دعوة بالقضاء السوري، اختصار القضاء الهولندي والقضاء السوري للقضية، بدنا نتابعها هون شو ما كان الحكم هناك. والله اختها عاطفة درتنا، جيت من طريق جارتها هناك، البوليس جاء على الشقة وهو جوات الشقة لساته يعني، سمعت صراخة جارتها واتصلت بالشرطة. نحن يمكن بنعرف انه هي ابنها اللي معها اولادها، مين اللي معها ساكن هونيك بالبيت؟ ما كان معها ابنها، باربيل ابنها، هي نزلت على هولندا مشان تقدر يجي ابنها لعندها على هولندا. كان جاي على سوريا، كانت عم تجهز حالها لتنزل تشوف اهلها وتشوفنا وتشوف اخواتها. والله ذكريات قديمه كثير، ذكريات الطفوله يعني، كانت مثل امنا الصغيره، هي لها من اسمك نصيب كبير، هي كانت رؤوف وعطوفة على الجميع يعني، وهذا سبب موتها، انه كانت تعطف عليه للإنسان هذا وتبدله يد المساعدة، بس شو الله ما شاء فعله.